طاقات بلا حدود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي ألف ألف أف أم في كل مكان. رحب فيكم أنا سلطان عبد المحسن في حلقة جديدة من برنامجكم طاقات بلا حدود. حلقة جديدة وموضوع جديد. الأسبوع هذا كان يعني مركزين فيه على موضوع كيف تحصل على وظيفة أحلامك، كيف تحقق أحلامك باختيار الوظيفة المناسبة، كيف تتجاوز المقابلة الشخصية كمان، وتكلمنا كمان في بداية الأسبوع عن كيف تتعامل مع مديرك. اليوم حلقتنا راح تكون مميزة ومختلفة شوية، راح نتناقش فيها في موضوع يلمس الجميع اللي هو كيف قصة من القصص للوصول الهدف أو حلم يمكن كنت أنت تبغى توصل له، كيف تحققها، كيف تتجاوز العقبات اللي تواجهك. معانا ضيفنا اليوم في الاستوديو منورنا أكيد سيد موفق بن علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة سقيفة الصفا لتطوير وإدارة العقار. أهلا وسهلا فيك أستاذ موفق. يا أهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. يعني لما اليوم نتكلم في برنامج زي طاقات بلا حدود عن قصص نجاح وقصص ملهمة لشباب أكيد جالسين يسمعوننا اليوم وأشخاص كمان حابين أنهم يغيرون أشياء في حياتهم، أكيد يبغون يسمعون قصص نجاح من أشخاص بارزين وناجحين في المجتمع. قصصهم ممكن تأثر أو تخلي الواحد على الأقل يرجع يرتب الأمور في عقله ويوصل للأهداف اللي يبغى يوصلها أو يحدد على الأقل الأهداف اللي يبغى يوصلها. حضرتك أستاذ موفق، كيف بدأ معاك الموضوع، موضوع المقاولات والعقار والأمور هذه؟ والله هي تراكم للخبرة. من يوم ما تخرجت من الجامعة في أمريكا وتوظفت في وظيفة عادية، ولكن وظيفتي كانت في إطار اللي أحبه، فكان في التطوير العقاري، وطورت مركز البساتين التجاري في شارع التحلية جدة تابع للعيلة كمشروع تخرج لي، وأتعلمت هناك، كانت مدرسة كبيرة، ولكن كنت لسه على أول الحرف على أنه أبدأ حياتي العملية. ناهيك عن الخبرة الخلفية والهندسية والمعمارية في درستها واللي تعلمتها من باب الهواية العمارة وكذا. اختيار المجال بشكل عام بالنسبة لليوم، في كثير أباء جالسين يسمعونا وكثير كمان أشخاص مو عارفين اختيار المجال الصحيح بالنسبة لهم، كيف صار معك موضوع اختيار المجال الصح؟ والله خير صدفة يعني في العادة الأباء دائما كانوا خصوصا في يعني الآن بدأت تتغير شوية الموضوع، بس أول كان عندهم خيارين، يا تدخل طب يا هندسة، لكل يعني هذا أفضل خيارين بالنسبة لهم دائما. هل كان مثلا عندك نفس الشيء هذا موجود مثلا من قبل أفراد العائلة أو شيء، أو لا كان الخيار مفتوح بالنسبة لك لاختيار التخصص؟ كان مفتوح، كان الوالد الله يرحمه كان يعني مد كل واحد طاقته يستنفذها بطريقته. فزي ما أقول لك، بعد ما تخرجت قررت يا أني أشتغل في بنك يا أني أشتغل في التطوير العقاري. فأحب الهندسة وأحب الأشياء اللي تطلع من الأرض وتطلع في السماء، فأخذت الوظيفة بثلث الراتب حق البنك وبدأت، وكنت مصر على أنه أنا أبدأ تجارة لأنه الوالد برضو تاجر رحمة الله عليه. فأخذ مدخراتي ومن هنا أحوش وهذا، وأبدأ مسوي مشروع صغير وأكبره واللي بعده وكذا. بس التجارة كانت هي زي ما يقولوا موطئ قدم لي أني أجمع مال حتى أسوي شيء أكبر وأكبر وهكذا، على أساس تتوسع في مجالك، في مجالك الأساس. والوظيفة كانت اشتغلت حياة وظيفية حدود 8 سنين، كانت هي عشان ندفع المصاريف حقت البيت والمدارس والعيال وكذا.
عشان يكون في مصدر دخل شهري ثابت وكذا. بالضبط. في ناس كثير مثلا يخاف انه مثلا يغامر يدخل في مجال التجارة وكذا ويكون يخاف يفرط في الوظيفة، فالافضل انه يكون دائما موازن. طيب، دخول مجال العقار ما هو مجال سهل وما هو مجال بسيط، كيف خبراتك بدأت تكبر في المجال هذا؟ من مين كنت تأخذ النصايح؟ مين كان الشخص اللي قدامك جالس تشوفه يعني زي المحفز لك أو كان داعم لك والله لتطوير الذات؟ أول ما طبعا لما تخرجت زي ما قلت لك مسكت مركز البساتين، وكان في المهندس عبد القادر حافظ ورحيمنا، وحقيقة مدرسة تعلمت منه كثير، و مع الخلفية اللي عندي إن كانت مالية ولا، لأنه أخذت إدارة أعمال وهندسة صناعية، فالخلفيتين مع بعضهم أعطوني محرك جيد أو محفز جيد أني أنا أتعلم أي شيء يجي من ناحية الاستثمار والتطوير والبناء وكذا. فحقيقة كانت هي أول محطة وأهم محطة. بعدها انتقلت للعمل مع دلة ودخلت في الاستثمار، كنت منتج مرة كثير في الاستثمارات العقارية، وأنجزت إنجاز ضخم جدا عندهم الحمد لله ما شاء الله. كموظف قعدت 4 سنين تقريبا، وبرضو دخلت مع شركة تعلمت اللي هي إدارة الممتلكات وإدارة الأصول، شركة فرنسية سعودية، ونجحت فيها نجاح مرة كبير. وبعدين في الأخير آخر وظيفة أخذتها كنت رئيس لتطوير العقارات في إحدى المجموعات الكبرى. فلو تلاحظ المسلك الوظيفي دائما أحاول إيش أني ألزم يا الاستثمار المباشر في العقار، يا التطوير، يا الإدارة والتشغيل، يا الصورة الكبيرة. يعني جالس تغذي نفسك وتطور نفسك بأشياء تصب في النهاية للطريق اللي أنت تبغى توصل له. يعني ما شتت نفسك بأشياء بعيدة يمكن عن المجال. طيب، مجال زي ما قلنا مجال العقار فيه ما شاء الله يعني فيه دخل ممتاز فيه، والكل يعرف الشيء هذا، وفي نفس الوقت فيه صعوبات كثيرة في هذا المجال. إيش الشروط الأساسية اللي لازم تكون في الأشخاص اللي حابين واليوم جالسين يسمعونا وحابين يفكرون أنهم يدخلون في مجال العقار والتطوير العقاري؟ مجال العقار مجال واسع جدا، كل شيء يطلع فوق الأرض، يعني يقول لك ما عقر على الأرض، فهذا هو العقار، أي شيء مبني فوق الأرض. فالناس ما تميز بين الأراضي وتجارتها وتطوير العقار. بعد إذنك تطوير الأراضي وجعلها للبيع، هذا جزء من التطوير. فالعقار، أنا نسيت سؤالك معليش، بس مع كنت الفحن. أتكلم عن أن مثلا في أشخاص كثير يحبون يدخلون في مجال التطوير العقاري، وهو مصدر ممتاز جدا يعني. أيوة. وأي شيء أصلا تكون تفهم فيه راح تبدع فيه أعتقد. يعني فإيش إيش الأساسيات اللي مفروض يأخذها الواحد في عين الاعتبار، وإيش مقاييس النجاح في إدارة تطوير العقار؟ طيب، أول حاجة كان مجال المضاربة للكل. الكل كانوا يضاربوا ويبيعوا ويشتروا في العقار، وهذا المجال نوعا ما انتهى اندثر مع الوقت. والتطوير اللي بيطور عقار ويدخل يستثمر وكذا لابد يكون عنده حس تسويق، حس للسوق كبير جدا، ويفهم المنافسة ايش بتعمل وهو كيف يحسن منتجه عن المنافسة، وهذا شيء جوهري جدا. لابد يكون عنده إلمام بأسعار المنافسة وما أشبهه، لابد يكون عنده إلمام في البناء، كلفة البناء وكيف يبني وكيف يختصر أو يوفر في التكلفة، ولكن يقدم منتج مميز جدا يعني. والعنصر الثالث والأهم التمويل. العقار يبغاله وزن ثقيل يعني. حتى لو تبغى تبني فيلا ولا تبغى تبني عمارة أو شيء زي كذا، في بعض الناس يشتري الأرض وبعدين بشويش يبدأ يبني العظم وكذا. هذا حسب إمكانات الواحد، ترى فكرة وأسلوب ناجح حياخذ وقت، ولكن العائد طبعا هيكون بطيء. فأنصح أي أحد بيدخل يستثمر أو يطور عقار أنه يكون فاهم المهنة جوا برا، كيف يبني
وكيف يشتري الأرض أو كيف يشتري العقار نفسه وكيف يطوره والسوق كيف حيجاوب معه. إذا عارف هذه الأشياء فبالتالي يدخل مرحلة الرابعة اللي هي الجدوى. عرف الجدوى تبعه أوكي يصير يقدر يتحرك يقدر فعلا يطلع بمنتج مميز. يعني ما هو فخر بس ما في مشروع سويته زي واحد مشروع ومعليش يعني ما شاء الله ما حذكره بس رجعت راس ماله أرضه بين مشروع ضخم يعني كلف حاجة 30 مليون أوكي مركز تجاري هو ورجعت قيمته في 6 سنين أرضه ما شاء الله تبارك الله. هو مفروض العقار بعد قديش يعني العقار الناجح مثلا بعد قديش مفروض يكون العائد يرجع؟ هو هنا في حلقة ضيقة جدا ما الناس ما ينتبهوا له. الاتجاه اللي انت تتجهه اذا تاخذ مثلا عقار سكني الان في السوق في الوضع الراهن العائد يعني كمطور بذاتك انت طورت ونميت العقار حيكون في حدود 8% صافي 8.5 يمكن يعني هذا الشاطر اوكي العام عامة الناس بيرجع حدود 7.5% اوكي اذا تبغى تروح لعقار مدر أكثر للدخل تروح لشيء تجاري يعني يا مكاتب يا كومباوند يا سوق تجاري الآن في وقتنا الراهن أو الواحد مثلا يعمل منتجات مميزة جدا كمساكن فيلل يبنيها ويبيعها وأنا أقول مميزة لأنه المشاريع هذه عليها 50 خط مميزة أيوه لأنه الآن وضع السوق مع المشاريع اللي داخلة تبع الإسكان وكذا بتمتص كثير من الطلب ناحيتها ولكن في اللي هو الهاي إنكام أو الدخل العالي ما عندهم منتجات كثير الآن فالسوق متجه بهذا الشكل يعني يخدمهم فالمشاريع الإدارية أو التجارية في العادة بتحقق صافي للمطور ما بين 12-15% أنا أعتبره هذا بنش مارك أو حد جيد وبالنسبة لمشاريع التطوير البناء والبيع وكذا يعني في تقريبا الدخل بده يكون أقل شيء في حدود 20% سنوي. إحنا ما شاء الله جالسين نتكلم عن أرقام يعني ممتازة جدا ومجال جدا حلو للي يعني للي راح يركز فيه واللي عنده كمان شغف فيه راح نتكلم أكثر عن هذا المجال وعن مجال التطوير العقاري وإدارة العقار بعد ما نروح الفاصل قصير. طاقات بلا حدود. عودة من جديد البرنامج طاقات بلا حدود. اليوم حلقتنا عقارية شوية مع سيد موفق بن علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة سقيفة الصفا لتطوير وإدارة العقار. في أسئلة كثيرة تقول إيش يعني تطوير وإدارة العقار؟ يعني طبعا اليوم حضرتك أنا عارف أنك تمر بوعكة صحية ومزكم وجاي من السفر سلامتك ألف سلامة فحنا جلسين على قد ما نقدر ما نبغى نتعبك اليوم ما نبغى نتعب صوتك يعني فسلامتك ما تشوف شر ليمون وكذا طول الوقت والأفضل الحلول. إيش يعني تطوير وإدارة العقار؟ يعني تسوون عقار وتبيعونه يعني بالنسبة للأشخاص ما هم مرة في مجال العقار ما يعرفون إيش يعني تطوير وإدارة العقار. والله هذه مصطلحات إذا تحب أفسر لكم إياها. هو في 3 طبقات من العمل لإنشاء عقار غير الإدارة. الإدارة شيء ثاني بالكامل. في الطبقة الأولى الاستثمار والطبقة الثانية التطوير والطبقة الثالثة البناء. ففي ناس هم نفسهم معهم فلوس وبيطوروا وبيبنوا ما يعرفوا إيش هم أي طبقة وحتى يعني يستثمر ويطور ويبني يعني 3 الأشياء هذه فهو يعتبر يعني شيء كوني. المستثمر هو رب المال. المستثمر في العادة بيعين مطور. المطور بيدير كل برنامج تطوير المشروع. التطوير لا يعني البناء يعني كل شيء من تصميم ودراسة المشروع
وترخيصه وتنظيمه بالأشياء اللي هي الخدمات مع الخدمات مع الكهرباء مثلا وكذا, وتعيين المقاولين اللي حيبنوا المشروع وتسويق المشروع وبيعه وأفراغ الوحدات إذا كان فيها بيع وكذا. فهذا هذه دور المطور. بعد كذا في مقاول اللي هو يبني بس. فهي هذه يعني الهدي كله على المطور لأنه لازم يكون كل شيء كل شيء هو كل شيء. يعني لو ما في المطور هو المطور والمستثمر أكيد, بس المستثمر بدون مطور ما يقدر يسوي ولا شيء. هي خبرة المطور تنفع المستثمر فيش فإنه هذا سوى 100 مشروع قبله. فبالتالي كل الأغلاط اللي ممكن كانت تحصل الريسك راح يخف كثير. إيه؟ إني أنا راح لو أبغى أسوي مشروع كبير أو ضخم راح أتعامل مع المطور هذا اللي معروف السيرة حقته قوية ومشاريع كبيرة. هذا على أي أساس يتم قبول المشاريع؟ على أي أساس تقبل مشروع معين أو ما تقبل المشروع من قبل المستثمرين؟ والله في أساسين أو مهمين. الأول وضع السوق. فإذا المشروع المراد تطويره ينسجم مع ظروف السوق وحالته فبالتالي يكون إيش مغري وبالتالي ننظر فيه بجد. أما إذا وضع السوق فرضا يعني مش جيد, يعني ما هو الآن مثلا ما في تداول أراضي, فجو قالوا لي تعال نسوي مخطط في مثلا مكان بعيد, هعتذر بكل بساطة لأنه السوق الآن للمخططات والأشياء البعيدة واقف. أوكي, نظرا لتقديم وزارة إسكان أراضي وما أراضي ومساكن للمواطنين جزاهم الله خير. يعني حيكون مشروع شوية صعب تقبله. ولكن كمان لو أنا قبلت المشروع أو نظرت له بجد حشوف إذا المستثمر أو صاحب الأرض أو صاحب المشروع نفسه يقول لي والله أبني لي مشروع لا ينسجم مع طبيعة الموقع, فنقوم ننصح ونوجهه. فإذا في الأخير وصلنا لأنه عندنا قناعة بأنه الموقع ينسجم لطبيعة المشروع والأهداف العائد اللي يسترجيه أو يتوقعه المستثمر, فبالتالي نتحرك قدما. يعني حلو. يعني جميل. مش إحنا ما ننصح يعني بس لأجل والله مزاج, لا ننصح لأجل عوامل شيء مدروس في النهاية. أنتوا كمطور لازم تنصحون بالطريقة الصحيحة بالضبط. يعني لنجاح لضمان على الأقل نجاح المشروع. كيف التواجد الشبابي خلينا نقول ولا السعودي كمان في مجال العقار وبالتحديد الشباب؟ والله طبعا أنا كنت أشوف شباب كثير اللي هم يضاربوا في الأراضي ويتاجروا يشتري أرض وبيعها, وحقيقة يعني ما أقدر أسميهم قدموا إضافة لأن المضاربة في الأراضي ما تضيف شيء. ولكن أخذ أرض أطورها وحسنها ونظمها وضبطها وأرجع أبيعها فمن حقي أني أكسب. ولكن أشتري أرض أنا بألف هذاك يشتريها بألف ومية وتقول لي بعدها بألف ومئتين لين ما واحد يضرب رأسه في الحيط, لا. فهذه خلاص يعني أصبحت حاجة يعني عمال تندثر سنة, سنة ورا سنة. أجل السؤال والله الله يكون أنا عارف أنكم زكتم اليوم والمرض شوية عامل عمالة جالس نتكلم عن تواجد الشباب, أيوة الشباب في مجال لا هو هذا أحلى حتى في السؤال كله بس ترى ما عندي ألزهايمرز لا عادي لأن أحيانا أسئلتي طويلة فعشان كذا حقيقة في نخبة من الشباب شفتهم الآن ما شاء الله تبارك الله عمال يقدموا منتجات جدا جدا جميلة للسوق. ما ودي أذكرهم بالاسم عشان لا يمكن يعني واحد يقول تذكر أحد وما تذكر أحد وكذا. بس بيقدموا منتجات عصرية ومنتجات مدروسة إحنا نسميهم منتجات كعقارات يعني وبيعملوا مشاريع مفكرين فيها كويس وبيختبروا وبيفشلوا وينجحوا ويفشلوا وينجحوا, ولكن بعد كل مشروع دائما في تحسين يعني طبقة طبقة طبقة. فالآن في يمكن ما بين يعني مدن المملكة شفت يمكن حوالي 20 إلى 30 شاب مميزين يعني ويستحقوا الثناء يعني تحس لهم مستقبلهم كبير ما شاء الله رسموا
في بعضهم يعني في الثلاثينات، بعضهم في العشرينات قدروا يردنون. وشفت شباب الله يوفقهم و... وكمان يعني ينولهم شوية من الصبر، دخلوا في أشياء ما هم قاعدين يكملوها. استعجلوا شوية يمكن. لا، الخبرة. استعجلوا انهم اخذوا خطوه قبل، يعني اخذوا مرحله، راحوا المرحله كان مفروض يكون تدريجيه شويه معاهم. لا، هذه مثلا سبب. السبب الرئيسي انه تكلفه المشروع تجاوزت خطتهم. فالخبره دائما تلعب دور في، يعني مثلا احنا جربنا بنينا مشاريع بالملايين الامتار المربع خلال السنين العشرين اللي فاتت مع كثير من الناس. ما بقول ان احنا تعلمنا راسهم الحلاقة، يعني معليش هذا مثل عندنا، بس عشنا عرفنا أغلاطنا، وإحنا ما نصلح أغلاطنا بعد مشروعين ثلاثة، نصلحها على طول في نفس المشروع، واللي يكون الأغلاط هذه خلاص متجاوزينها. يعني إلى درجة حتى العقود، عقود الإيجار وعقود البيع تتطور عندنا بشكل يعني جذري، والمحامين دائما نفسهم يشوفوها عشان يبوا يشوفوا، يعني هي كلها تجارب. وعرفنا الفشل ليش عقد أخفق في مرحلة سابقة وليش نجح في اللي بعده وهكذا. فبتكلم عن عقود الإيجار والبيع، فهذا عمل نامي. فإذا ما الواحد دخل في المجال وتعلمه كويس، ويعني زي شباب بيجوني كثير ويقول لي أنا بدخل أسوي مثلا همبرجر. طيب والله برافو عليك، إيش يعني طبخت همبرجر قبل كده ولا حد؟ 6 شهور سنة لين ما تحتوي المهنة وبعدين انطلق. يقول أنا أروح أشتغل، إذا ما تكنس وتنظف وتغسل وبعدين تقلي الهامبرجر ولا التشوي، ما إذا ما عرفت خفايا الموضوع نفسه ما راح تنجح. صح، حتى لو عندك فلوس، يعني في كثير شباب طالعين بمشاريع. في واحد سوى حتى مشروع سندويتشات جميل جميل جدا، وما حسوي له دعاية بس حقيقة روعة روعة، يعني جاب من كل بلد في العالم أميز ساندويتش عنده. كني أعرف المحل، عندهم عصير خيار كمان. عندهم حاطين صورة الأربعة على الأربعة، هو واحد منهم صاحبي أصلاً. طيب عشان كذا الحلا عندهم رهيب والله، روعة. يلا تعزمني بعد بعد الحلقة. أنا أتغدى الساعة 5، تصبر علي الله يعينك. لا نحلي. طيب في النص من الوقت راح نروح الفاصل الإعلاني ونرجع نكمل لقائنا مع السيد موفق بن علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة سقيفة الصفا لتطوير وإدارة العقار. طاقات بلا حدود، عودة من جديد البرنامج طاقات بلا حدود، معي سلطان عبد المحسن وضيفنا لليوم الرئيس التنفيذي لشركة سقيفة الصفا لتطوير وإدارة العقار السيد موفق بن علي الهاشمي. وأنا صراحة من الأشخاص اللي مو كثير أفهم في مجال العقار والتطوير العقاري، اليوم صراحة سمعت معلومات جديدة، ويمكن لو أحد جاء سألني عن مجال العقار على الأقل يعني أو مهتم بمجال العقار ومجال أنه يشتغل في مجال العقار، راح أكون متحمس أني أنصح بأنه يكمل في مجال زي كذا أو يختبر نفسه أو يشتغل على نفسه في مجال زي كذا. طيب تكلمنا عن الشباب وتواجدهم كمان في أقسام التطوير وإدارة أو شركات تطوير وإدارة العقار، شباب السعوديين بالتحديد. خلنا نتكلم عن وضع العقار بشكل عام في حاليا، وزارة الإسكان والمشاريع المفروض تطلع الفترة القادمة، السوق ناس كثير يقولون إن السوق شبه ما أبغى أقول ميت بس واقف، يعني خلنا نقول خلال الفترة الماضية. إيش أسباب إيش الأسباب؟ هو ما في شيء واقف، هو في تباطؤ. والتباطؤ نما على 3 طبقات. الطبقة الأولى لما وزارة الإسكان أعلنت عن قانون استحقاق القرض والأرض، فمن الشروط أنك أنت ما تمتلك أرض، فبالتالي 750 ألف متقدم ما عاد صار يشتروا ولا يبيعوا لا شقق ولا أراضي. فتخيل 7% منهم، حتى لو كان معاه فلوس راح أيوه طبعا عشان كده المخزون النقدي في البنوك ارتفع مرة كثير في السنتين اللي فاتوا.
البضائع M1 و M2 مرة عالية في البنوك. فبالتالي أنت عندك هذول عندهم قدرة ما بين 35 ل 45 مليار ريال سنويا يضخوها في السوق فتوقفوا. فبالتالي أصحاب الأراضي والمطورين الكبار اللي بياخذوا الأشياء الخام يرجعوا مرة ثانية يطوروا ما بيجيهم فاندينج أو ما بيجيهم سيولة لعدم وجودها من الشريحة هذه اللي هي متوقفة. فإلين ما يعني هذول ياخذوا 750 ألف ياخذوا قروضهم يعني كل سنة بينقصوا. مثلا السنة اللي فاتت فرضا 750 هذه السنة 650 فحيبدأ يتحرك السوق تدريجيا. بس ما يعني هذا يعني هذا التعليل للسبب الرئيسي. أوكي فالسوق فيه تداول. إحنا بنشوف الإحصاءات اللي بتطلع كل يوم بنجردها اللي بتطلع وزارة العدل عن كتابات العدل وكذا إحصاءات قيمة في موجود بيع وشراء ولكنه أخف شوية يعني بيخف شوية يزيد شوية وأتغير من أتغير يعني ما عاد هي أراضي بقدر ما هي وحدات سكنية وما أشبهه. فهذا أول سبب لتباطؤ السوق أتصور بنسبة 40%. أوكي السبب الثاني طبعا هو الوضع الإقليمي اللي موجود يعني التوتر اللي جالس يصير في المنطقة وكذا وإن شاء الله يعني تفرج قريب. وهذا يعني أثر بس مش بالنسبة الكبرى. اللي أثر كمان أكثر اللي هو موضوع رسوم الأراضي. فالناس تخوفت وما عندها استيضاح كبير لموضوع الرسوم اللي هو أنه الرسوم تخص فقط الأراضي السكنية والأراضي السكنية التجارية. أوكي يعني مثلا تحت تجاري وفوق سكن بس. أما الأراضي التجارية والصناعية والزراعية وال فما عليها الورش وهذا ما عليها. تمام فصار في يمكن سوء فهم يعني لهذا الشيء. وتعرف دائما الناس ما يعني ينساقوا بدون علم أو فتوقفوا كثير يعني أسعار طاحت في أماكن كثير في المدن الرئيسية ولكن أكثر شيء للسكني فقط يعني الأراضي التجارية ماسكة والأسعار ممتازة. بس الناس أنت لما اللي مؤدية للأسباب الرئيسية تقريبا إيه. بس أحيانا كمان الناس يعني من فين إيش المصدر الرئيسي إنهم يتأكدون أو يسمعون خصوصا لما تكون أنا مثلا إنسان مثلا مستثمر بس خبرتي قليلة في المجال فأسمع من هنا أن لا تشتري الأسعار رح تنزل لا تبيع مدري إيش الأسعار رح تنزل لأن في الآن جمود في السوق فرح تنزل الأسعار. دائما أسمع الأشياء هذه من فين إيش المصدر حقي من فين والله المصادر المصادر مره كثير. ومثلا يعني موضوع رسوم الاراضي لو الناس تفضلوا وقروا اللائحه بوضوح حيفهموا ايش الوضع. ولكن ما قرأوا يعني احنا بس خلاص نشوف العنوان العنوان الفرعي الثاني وفلان قال وفلان قال ويلا خلاص كل واحد جالس يزود من عنده. ايوه واللي يقول له يقولون كذا بيسوون وهذا هي الشغله مي كذا اقرا. اوكي فاذا انت جنيت مالك بجهد حتصرفه بجهد. بمعنى انك تتحرى وتقرا وتسال مختصين. لا اللي يكتبوا في الصحف اذا كانوا ناس اقتصاديين مختصين برضو اسال شوف مين هذا اللي كاتب هل هو بس مجرد كاتب بيعبر عن رايه ولا هذا رجل فعلا متمرس في العقار وعنده خبره خذ رايه ما يمنع يا اخي. يقول لك ايش ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. استشير يا اخي وكمان قبل ما تشتري استخير. فالوضع عام التراجع وقالوا الناس حيبوسوا يدكم عشان تشتروا منتجاتهم. طبعا يعني ما وصلنا للدرجة هذه. برضو الحمد لله شغلنا ماشي السوق ماشي بس السوق ماشي ولكن اليوم زي ما قلنا على حسب ظروف السوق تشتغل. لا يعني أن حخرج من كامل مهنتي لأجل ظرف معين لا ما نغير. ونحن عدينا في كعقار عدينا في سايكلز دورات اقتصادية شنيعة ومنها للطلوع ومنها للنزول. مثلا أول دورة كانت بدأ صعود الأسهم. يعني إحنا بدأنا من 20 سنة
فلما بدأت تطلع الأسهم تأثر كثيرا، تأثرنا في المضاربة في الأراضي مرة كثير. بعدين لما طاحت البورصة ركبنا، رجعوا الناس من جديد. أيوه، أكثر وهكذا. وبعدين لما صار أزمة الرهن العقاري صار في تأثر بسيط، بل راحوا كل الناس أمنوا فلوسهم في العقار. من 2009 ل 2012 ارتفعت أسعار الأراضي 300-400%، يعني يختلف المنطقة المنطقة. فالناس يعني ما يقروا، وللأسف إحنا يعني مأمورين بالقراءة. الواحد خصوصا يعني ابذل شوية مجهود، طالما أنت مستثمر في المجال هذا بالضبط. أو حاب تدخل فيه، ابذل شوية مجهود وإقرأ بالضبط وطور نفسك فيه. طيب بشكل عام الأسعار، في ناس كمان كثير جالسين يتكلمون عن الأسعار، أسعار صارت شوية مبالغ فيها وصارت مرتفعة كثير، وتسمع الكلام هذا أكيد من أشخاص يعني في من الأفراد العاديين على مستوى المدن مثلا. إذا أنت ساكن جنب البحر في أي مدينة، المفترض أن يكون سعر الأرض غالي، صح ولا لا؟ مصر. وإذا ساكن قدام الحرم مفروض يكون سعر الأرض جدا غالي، صح ولا لا؟ فعلى حسب الاتجاه اللي يبغوه الجمهور. فالأراضي اللي هي مرغوبة أكثر تحافظ على سعرها، ولكن كل ما اتجهت بعد عن المحور اللي مهتمين فيه الناس كل ما إيش قلت قيمتها. فلو أخذنا مثلا جدة على سبيل المثال، الأراضي على الكورنيش ولا على البحر والوحدات السكنية غالية جدا، ولكن كل ما ترجع كيلو كيلو مش بالكيلومترات، بالكيلو بالنص الكيلو بيتغير السعر معايا، إلى أن توصل مثلا لطريقة مدينة شرق، طريقة مدينة شرق، وهكذا. كل ما تبتعد عن المحور الأساسي بترخص الأسعار يعني. بس تسمع أنت كمان كثير يقول لك أنها ما تناسب الدخل الفرد أصلا، ونتكلم عن أصحاب الدخل المتوسط، أنه ما عاد صارت العقار ما عاد صار مناسب لأصحاب الدخل المتوسط. تسمع الكلام هذا إلا هذا حقيقة، ولكن دخل المتوسط ما تحطني في الشانزليزيه وتقول لي والله دخل المتوسط معي. يعني الواحد بدي اشتري شقة مثلا ب 500,000 ريال في وسط شارع التحلية ولا في طريق الملك أو في الكورنيش، لا يعني غير معقول. الطلب هو اللي بيخلق السعر. يعني هو مسألة عرض وطلب. أوكي، لو اتجهت بعد شوية حلقة في أحياء تانية، شمال شرق جنوب جدة، حلقة بأسعار معقولة جدا، بس لا أنا إلا أبغى أسكن عند البحر حر، فطبيعي راح تدفع. أيوه، زيادة. على فكرة جدة العقار فيها من أغلى المدن كعقار سكني في المملكة، مش من أغلى مدينة فيها سكني هي جدة كسعر متر مربع. جدة أنا سمعت إن الشرقية كمان فيها ارتفاع كبير في الأسعار، ولا لا؟ لأن القلة عدد يمكن الوحدات السكنية أو المولات حتى، يعني سمعت كمان كلام زي كذا أو لا؟ طيب قلت لك أنا ما عندي أي خبرة في مجال العقار، مجرد شخص أسمع الأسئلة هذه اللي دائماً وأنا أقول لك. حلو، يلا راح نروح الفاصل القصير وبنرجع نكمل حلقتنا، لا تروحون بعيد. طاقات بلا حدود، عودة من جديد البرنامج طاقات بلا حدود على ألف ألف أف أم، معي سلطان عبد المحسن، وضيفنا لليوم السيد موفق بن علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة سقيفة الصفا لتطوير وإدارة العقار. أهلا وسهلا فيك أستاذ موفق من جديد. يعني بداية الحلقة كنا حمسنا الناس على موضوع العمل في إدارة وتطوير العقار، بس يمكن شوية السوق يدور على ناس عندهم خبرات، ويدور على ناس عندهم كمان، أتكلم عن كشركات لتطوير وإدارة العقار، السوق جالس يدور على ناس، خصوصا مع أن المستثمرين خلاص صاروا يدورون على شركات كبيرة وعندها سيرة ممتازة في المشاريع الناجحة. كيف أبدأ أنا؟ يعني أنا اليوم شاب أبغى أبدأ في المجال هذا، أبدأ بأني أشتغل في شركة لتطوير وإدارة العقار، ولا أبدأ أراقب، ولا أبدأ ايش اسوي؟ والله هو عين العقل انك تبدا تشتغل في شركه اول شيء. اذا انت تبي تقدم خدمه تطوير المجتمع، فلا بد تكون نزلت يدك في المنتج نفسه يعني.
أنا أنصحك أنك تشتغل أول شيء زي ما بتكلم على موضوع الهامبرجر أخونا. يعني أنك تبدأ من هناك تدخل المطبخ تشوف فعلا إيش بيحصل. طبعا التطوير والإدارة غير الإدارة اللي هو تشغيل العقار بعد بعد تسليمه. فممكن تأخذ تخصص أو تأخذ لاين يعني حتى اليوم ما عندنا كوادر لسه في السوق إدارية للعقارات. يعني في موجودين بس مش الكادر اللي متعود على نظم النظم اللي هو سموها البي ام اس البيلدينج مانجمنت سيستم. النظم الإدارية هذه للمباني معقدة جدا وكذا. فهذه الحالة مدرسة. اوكي وكيف تربط العقار في كمبيوتر واحد. مثلا في عندنا مشروع مثلا يعني لا سمح الله الله لا قدر بس يعني مبنى مربوط في بعضه حتى اذا في حريق لا سمح الله ممكن عزل دور بكامله اساس الحريق لا ينتقل من دور لدور وهكذا. فهذه النظم المطورة. انت كل ما خدمت العقار اداريا كل ما حافظت على قيمته معي في التحصيل العقارة الإيجارات وما أشبه. فممارسة المهنة مهمة. أما بالنسبة للتطوير برضو دخلت في شركة التطوير حتتعلم الـ A to Z الألف للياء. ليش؟ لأنك حتشوف العميل هو داخل مع الكروكي تبع عرضه ومنها تبدأ خطوة خطوة تشوف إيش الجلسة بالضبط. فأنا ما أنصح أحد يدخل في مجال التطوير إلا يروح يتعلم ولازم فعلا يدخل يده في السيستم وكذا ويمر على كل الأشياء. لا يستأجل حبة حبة عشان يبني نفسه ويأسس نفسه مضبوط. أيوة. هذا خصوصا للي عنده إمكانات أنه يأسس عمله الخاص. أما أنا اللي أنصحه أنه الناس تبحث عن وظائف وتدخل من تحت. أوكي. لأنه بكرة قيمتهم في السوق هتعلى. لأنه زي ما قلت لك مدراء مشاريع عقارية يعني متقدمة ما في. أكثر اللي موجودين يعني في الساحة يعني إخواننا أشقائنا من دول شقيقة وكذا. ولكن الكادر لسه هنا ما تشكل بال يعني وعليهم طلب وفلوسها ومردودها أيوه ممتاز. مردودها الوظيفي رائع جدا. فالمفروض يعني أنه نبدأ نطلع كوادر في إدارة العقار كوادر جديدة في تطوير العقار كوادر في التسويق. السوق لسه خصب يعني وعندنا مشاريع جلسة يعني مع ظل الجلسة نشوفها كمان. أيوه. لسه على المشاريع شغالة وفي أيوه مشاريع طبعاً. كمان كثيرة شغالة فالطلب ما رح يوقف على على الوظائف هذه. من أبونا آدم السكن واللبس والأكل صح ما توقف الأشياء هذه ولا عشاب والعشاب العلاج يعني صح العلاج دائما يكون. طيب بالنسبة لشركتكم نتكلم عن السعوديين الموجودين كمان عندكم إيش الأقسام اللي فيها توطين بشكل واضح وإيش الأقسام اللي أنتوا تدورون على طاقات. يمكن قبل شوي كنت تتكلم عن بعض الـ الوظائف الشاغرة بالنسبة للسعوديين وأماكن شاغرة بالنسبة للسعوديين. والله احنا عندنا في كل الحمد لله كل ادارات يعني يرأسها اكثرها شباب سعوديين وشابات. والكوادر اللي ناقصة في السوق يعني اذا بركز عليها في الجوانب الهندسية لإدارة وصيانة وتشغيل المنشآت العقارية. شباب موجودين يعني مهندسين اللي هو ميكانيكال والكتريكال وكذا هذول مطلوبين كثير في المشاريع العقارية زائد الناس اللي هم يصيروا مدراء للمنشآت أو الأسواق أو كذا. هذا عليه ديماند كبير. وبالنسبة للتطوير العقاري يعني في طلب كثير برضو نفس الشيء على المهندسين واللي متمرسين في البناء والمقاولات يعني فاهمين وكذا. شباب سعوديين في الغالب أكثرهم يسووا مشاريع شركاتهم بنفسهم يعني ويعني ينطنطوا يتعتربوا شوية يوقفوا شوية يغلطوا هنا يكملوا هنا. أيوة برضو عندنا في الكادر التسويقي للأسف يعني شباب السعوديين في احتياج احنا محتاجين ولكن نبغى شباب سعوديين كثير. ما بقول لك بس يعني ما بكون سلبي بس يبغى لهم دافع غريب او شديد او شيء جاي من الفضاء انه
ينزلهم السوق. معايا؟ لازم يضغطون على نفسهم شوية ويكون لازم. عندهم لازم. أنا أحس إن في عندنا مشكلة كبيرة جدا في مجال الدراسة وبين الاحتياج اللي في السوق. يعني هذه أنا دائما أشوفها إن الناس تتخصص في تخصصات وتدرس وتأخذ دورات في أشياء والسوق محتاج شيء ثاني وفي فرص وظيفية رائعة جدا في السوق في مجالات حلوة ويمكن يتعبون في مجالات ثانية أكثر ويأخذون مردود مادي قليل وفي المقابل في مجالات مفتوحة بالنسبة لهم وعندهم إمكانية أنهم يدخلون فيها بس في هذه الجاب اللي بين التخصص وبين سوق العمل. أنا بدأت حياتي والله ما في خن ما دخلته يعني في جدة هنا ما في مبنى مكاتب ما طلعته ما في يعني كرفت برجلي وبسيارتي الله يرحمها يعني اندهكنا ولكن صار يعرفوني الناس وتعبت يعني ما فيها شيء يعني والحمد لله بنيت بعد بفضل الله سبحانه وتعالى بنيت نفسي بنفسي ولكن الشباب أنا ما يبون كرفوا فأنت عندك يعني إلا من رحم ربك أنت عندك ثلاثة مراحل طيب في العمل في حياتك العملية عندك المرحلة الأولى مرحلة الكرف لازم إنسان يقول والله أنا أول 10 سنين لازم إيش أندعك مظبوط وأكرف وأشتغل على نفسي في النهاية أنا المستفيد لأنه أيوه بالكرف هذا بالضبط والمرحلة الثانية الإدارة تمام والمرحلة الثالثة المشورة يعني في أمريكا مثلا أي دولة غربية بالأخص أمريكا واليابان وكذا أول مرحلة من عمر الإنسان زي ما قلنا الكرف بعدين اللي هو الإدارة بعدين بيجي مرحلة الاستشارة يا روح يدرس في الجامعة يا يشتغل مستشار لعدة شركات في مجالس إدارتها أو خارجها فما بيفكروا بهذا المنطلق هم يفكروا يقول والله أنا بشتغل على طول خرج من الجامعة ويكون مثلا سوى مشاريع في الجامعة وعلى طول يتخرج يعني في أصحابي في تصاميم بيئة تخرج قبل ما يتخرج من الجامعة بنى سواله مكتب وهذا بس للأسف يعني واجه صعوبات مرة كثيرة بأن في أشياء ما كان عارف لها في أشياء مع الخبرة تطلع يعني يمكن تبان للواحد على قال يشتغل وبعد كذا يبدأ يبني عبى الحطب قبل ما خطب الله حلو مثلا عبى الحطب قبل ما خطب بس يعني في كثير بس حقيقة كمان على النقيض في شباب شفتهم مثلا يشتغلوا في الكوفي شوب سادي سعوديين وحقيقة أقدرهم حقيقة وأعتبرهم هذول هم بكرة القادة اللي حيتطوروا في الأسواق أنا للأمانة أحتك بكثير شباب أحس في شباب كثير عندهم طاقات بس المشكلة أنهم ما توجهوا بالطريقة الصح وفي المكان الصح يعني ما حد قال لهم فين الاتجاه أنا عارف أنه ممكن يكون اللوم عليهم كمان أنه مفروض الواحد يدور على الشيء على شغفه فين رايح ويطور ويشتغل على نفسه طيب أستاذ موفق أبغاك كذا باقي عندنا تقريبا أقل من دقيقة أن نلخص الكلام اللي اليوم قلناه أوكي. للمستمعين بالنسبة لمجال تطوير وإدارة العقار لكل المهتمين من الشباب اللي جالسين يسمعوننا اليوم والله نصيحة أساسية جدا ومهمة العلم العمل بدون علم يعني زي ما يقولوا إيش أرميني في البحر وعطيني حظ تماما فالإنسان إذا استطاع أن هو يعمل بعلم ودراية يستطيع أن هو يتفادى كل المعضلات والمنحنيات اللي ممكن تكون ضارة في مهنته أو في الكارير حقه في المسيرة العملية تبعه فأنا أنصح أبنائنا وشبابنا أنهم يتعلموا لازم يتعلموا لازم يفهموا شيء اللي بيسووه العلم لا يعني يفتح بس كتاب لا ممكن أتعلم على أصناف البن في العالم كلها وبكرة أطلع اختراع كاس بن ما حصل يعني زي بعض السلاسل اللي موجودة سواء كانت محلية أو أجنبية فأنا دائما أقرن أنه الإنسان إذا كان محترف في عمله وفاهمه راح ينجح إن شاء الله في حياته العملية وحيكون له سمعة طيبة جميل جدا شكرا لك سيد موفق بن علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة سقيفة الصفا لتطوير وإدارة العقار كذا أسعدتنا وأعطيتنا دفعة
إيجابية. وأنا عني شخصيا من الأشخاص اللي تعرفت على أشياء جديدة في مجال التطوير وإدارة العقار بس من بعيد البعيد متفرج يعني. طيب. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. وإن شاء الله بكرة نلتقي في نفس الموعد من الساعة 11 للساعة 12 ونرجع نلتقي فيكم الساعة 2 في برنامج استوديو السلاطين. في أمان الله.